تشكيلة البلوزة تشيلسي يلعب بهذا التشكيل وبهذا الرسم التكتيكي. رقم واحد باتريك شاك، على اليمين يدخل بوسينج وبديل الغائب برانيسلاف ايفانوفيتش، على اليسار الدولي اشلي كول، وسط الدفاع خبر صار لعشاق البلوز دافيد لويس يرجع الساسي ومعه كاهيل، ثم وسط الميدان الاختيار على ميكيل رقم 12 ميكيل اوبي النيجيري مع فرانك لامبارد الارتكاز، سالومون كالو على اليمين، بيرترون جديد متاع دي ماتيو على اليسار، ويلعب خوان ماتا الماتادور وراء الفيل الليفواري، مفخرة الماما افريكا، غني له يا ماكيفا دي دي دروكبا. تشكيلة المنشن 4-2-3-1، مانويل نوير حارس مرمى، على اليمين فيليب لام، على اليسار كونتينتو، وسط الدفاع جورج بوتينغ يلعب اليوم تيمو تشوك في غياب باتش دوبا، وسط الميدان البيفو الاول كروس والثاني الخبره شفاينشتايدر، على اليمين روبين، على اليسار فرانك يا بانديف، تنطلق الرحله وتنطلق اولى اللمسات اشلي كول الخبره، 7 مرات ربح لفيدفاري الشياطين الحمر للانطلاق النهائي مهم جدا، على دفاع الانجليز لمسه يد ورقه صفراء، ورقه صفراء ما فيش كلام، دقيقتين في الفاينل ممكن من يبعد على بوسينغوا يوزع كرة، لا كرة تضيع كرة تطول، تبقى بحوزة تشيلسي لنادي البلوز. أيجون الانطلاق والبدايات، 7 انتصارات في 7 ماتشات في ملعبها من الموسم، خطيرة بس تعمل ركنية، الضربة الأولى من البافاري، الديناميت الألماني بدأ ينطق بدأ يتكلم، صعبة جدا تضرب الكرة الخطيرة، ضربة مرمى كرة توني كروس، كرة تونيك يمشي ريبيري يعطي باس لكن متفطر با دروكبا على القائم الثاني، كرة ماتا يوزع كرة دروكبا، ركزوا على دروكبا، دروكبا سجل 4 اهداف في مرمى الالمان منهم هدفين في مرمى منشن 2005، لكن الكرة عند روبير باش يركنها البافاري، لا كرة بعيدة، كرة بعيدة عن اللاعب الهولندي لبايرن منشن اريان روبن في لغة الارقام هذا اللاعب مؤثر جدا ومهم جدا مثل قيمة وتأثيرات الفرنسي ريبيري، لو والإنترناسيونال في سانسيرو 65، هذا مزوز في رقبة قد لربح كأس الأبطال، ريبيري يوزع كرة ماريو الراسية ماريو غوميز، والألمان في التاريخ كان عندهم أحسن وأحلى ضربين بالرأس، ريبيري فيكس الدفاع يوزع الكرة، توماس مولر عرضية إلى الأروع يمشي لام، ولكن الدفاع نادي البافاري خطيرة مش ممكن، كيف الركنية الرأسية، لا كرة ترجع وركنية أخرى، أري روبن الكرة خطيرة جدا، روبن يسدد الهدف الرضيع، كرة هي الأخطر وفرصة ما زالت، وهيتشكوك يحضر في أرض الألمان ضد الإنجليز، 1-0 لماري روبن يا توري، كرة التقدم الألماني فريق تشيلساوي، تشيلسي عنده كرة فوم أوف سايد، تسلل على اللاعب كالو، نعم الهولندي بدا يتحرك، وتشيلس المنش بدا يفرض الريتم، تشيلس ثنية الركنية البايرن مش يسجل في دوري الأبطال الموسم القادم للتوتنهام، لكن إذا خسر تشيلسي أسبرس سيمثلون إنجلترا عن طريق المولر، مولر وبرافو الدفاع، ولكن الحكم بروينز سيكون خطأ، بروينز سيكون خطأ ضد دافيد لويس، هو هدف هي كورة تغير مصير لقاء ومسار بطولة ومدار وحوار فاينل يا لامبارد، خطيرة جدا الكراس يبعد وباش يضرب لامبارد، يا قلت لامبارد الروبين فهمتش ايش اللي حبيت نقصك، فهمتش حبيت نقول الشوط الاول من غير قبول هدف، هنا ورقة، هنا تدخل قوي من بوسينغوا، برتغالي مع برتغالي يعديها قدام العالم لازم يعديها، التسديد والحارس هذه ما تقلقوا، هنا خطأ جميل، خطأ جميل يا تشيلسي الجميل، مورينو هو خوان ماتا في نفس المكان، روبن ما عندهاش، العيون الخضراء عيون السكر تحضر للتركيز، سيضربها ماتا باليسار، يبعد دروكبا، ماتا يسدد ولكن عالية فوق الأخشاب، أول تسديد على المرمى من زمن يا بلوز، تشيلسي لا شيء، يبعد هذه اختيار ريبيري، التسديدة من فرانك ولكن الكرة برا.
بونتنت وهذه بالراس خطيرة يا بافاري، خطيرة من الناشم الألماني توماس مولر. من آلي مولر الكبار. ديدي دروغبا فرصة كبيرة، كالو يسدد الحارس نوير. كورة ممتازة، كورة خطيرة. إين يا بايرن الكورة، إين يا بلوز، كورة خطيرة. هذه هي للألمان، هذه تعربين، هذه هي خلصها الربري. مش ممكن، كورة غريبة ضاعت من الألمان. البايرن منشن يهد الكورة، البافاري يفشل في هز الشباك. أين أنت يا سوبر؟ أين أنت يا الماريو يا جوميز؟ نشوف ديموتشوك يسدد عرضية إلى ضربة مرمى اصطدمت بأحد المهاجمين الألمان. كرة خطيرة وماتا ويلعب لدروك. ممكن امشي يا روبين، اجري يا روبين، اركض يا روبين، باس يا روبين. الله على الألمان، خطيرة جول. ما فيش كلام، لا غير المفردات، بدل الألفاظ. مش ممكن عمل الصعب، مش ممكن عمل المحال. مش من شافت والألمان قال من الناحية المعنوية الفوز بالشامبيونز ليج للبايرن. الدخلات يا ريبيري، والريبيري والسارينا صفر يا بروينسا. حرب الأعصاب تتواصل. هذا الولد الصغير فهم كورة مليح، عارف أنه شوط بالأصفار سيعطي روح وجرينتا للإنجليز، وسيخ أبراموفيتش الذي أرجع تشيلسي، أو الذي جعل من تشيلسي فريق عالمي. الشوط الثاني يبدأ في تصفح ورقة المباراة. تشكيلة البلوز، شيك أشلي كولين، لويس لامبارد، ماتا، ريبيري عرضية خطيرة لدافيد لويس. دافيد لويس يخرج كرة، أو لا تدخل من الحكم. هذه الكرة الأخيرة كانت كرة خطيرة جدا، والتسديدة والركنية. أردت القول يا كروس بعد وصافة لم خطيرة. مش ممكن، عرضية خطيرة هذه الكرات. دروغبا يسدد، لا عاد ما تقوليش لا يا دروغبا. والألمان عنده الكرة، فيها شيء والكرة أو ضربة مرمى للحارس. خرج كرة بس صعبة التسديد. دروغبا، توماس يبعد كرة خطيرة برشا. كرة الروبان والهدف، الهدف الأول. أوفسايد، تسلل واضح من ريبيري. أوفسايد على الفرنسي ريبيري. هذه الكرة الأخطر من الفريق الألماني بشكل نوير. جيب الكرة، التسديدة والكرة أوت. الكرة برا كانت، لكن الضغط بريسينج إنجليزي وجماهير تشيلسي تحتاج. ماريو روبان يسدد ونخرج. منين خرج اللاعب أشلي كول؟ مطال دروغبا والألمان يوزعه، ولكن الكرة خطيرة والرأسية خلاوه يمشي، باش يوزع يضرب الريبري، لكن أوت. كرة برا من فرانك ريبري، كرة سدعوه دي تشيلسي. طبعا باللام، لام يطلع والمرة وسنتين يم، والكرة ركنية يطلبون لمسة يد، يطلبون هاندبول. روبن هاريان يضرب كرة ودي، بس مع الفارق جميلة والتصديق. روبن يحاول يسدد. روبن يسدد، دروغبا يوزع خطيرة يا البابا. ونوير، ودروغبا يسدد، ونوير يوقف الهجمة الإيفوارية. كرة خطيرة لتشيلسي. هذه هي فرانك ريبيري، كرة تخرج ركنية. الله يا تشيك ريبيري، حط كرة بالتليفون. إذا عديه فيها يمشي ريبيري، يرجع بالكرة خطيرة، ومولر يسدده برا. مش ممكن. البايرن قد يعاقب. لازلت أقول أن المنشن قادر على التأديب في الوقت القاتل، وبالتالي كلمات هاينكس خوف المرتدات. وهنا خطأ ممكن ورقة، دقيقة 81. روبن الرصي الحارق. 5 محاولات هجومية، 16 ركنية لصفر. البافاري يستحق، ولكن لابد التسجيل والرصي والهدف الأول. جول ده البافاري بايرن. المنشن فعلها من مولر يسجل هدف. جارد مولر يحيا من جديد. آلي مولر يعيشون وينعشون بهذا الهدف عن طريق توماس. البايرن منشن هو العريس. 1-0 بايرن.
1-0 كرة على القائم الثاني. مولر يضرب بالراس يقول لهم ضحك ضغط ودوخت الملايين. الله يا المولر بالراس صيح في سقف المرمى ما يجيبهاش من الشبكة. العملاق تشيك وهدف ولا أروع في ظهر المدافعين. المتابعة راسية راسية زاحفة راسية تسعد العشاق. روبن والروبن يتأكدها إيدانية يا روبن. خطأ على دافيد لويس الكتيبة البافارية ترك بموت. وهناك من يحب البايرن والتعادل التشيلساوي التعادل الأزرق يا دروغبا يا صيادهم يا مدمرهم يا معذبهم يا معذبهم يا مسجل يا دروغبا 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 دروغبا. الهدف الخامس على الألمان مش ممكن مش معقول. دروغبا يطول الليلة للإكسترا تايم براسية خون وبضربة زعيم وبهدف الأزرق الزعيم لجول جول تلديد يا دروغبا. 1-1 كرة ترجع للبافاري الراسية بادي صدد وما يخلصش ركنية خطيرة خطيرة دروغبا. برافو مانويل. اللغة النهائية ما زالت بخطأ أخير على المنشن حاول أخير على البافاري. قضية في هذا الشهر بعد ماتش في فاينل نادال وفيدرير دونها يا نادال أو سجلها يا فيدي. فيدرير الكورة الآن نادال الفوتبول ادي الرقبة عالية ادي الرقبة. انتهت الحكاية بالرأس بلغة الروس اتفهموا بالرأس اليوم اتفهموا بضرب الرأس. 1-0 توماس مولر في 83 احتفال ومشهد الاحتفال. هل سيكون ألماني أم سيكون إنجليزي؟ هي في النهايات ألمانيا غير محظوظة من الهيتش فاينشتايجر ورمتين لك ترجع لماتا ماتا يقاتل ماتا ولمبول. كرة ترجع على طريق ريبيري وضرب جزاء للبافاري ضرب جزاء لمنشن ورقة صفر لدروغبا. بينالتي العبور بينالتي المرور بينالتي التتويج بينالتي التاريخ بينالتي التاريخ للتاريخ يا البافاري. إعاقة ضرب جزاء ما فيش كلام ما فيش كلام هذه واضحة وتوضيح الواضحات من الفاضحين أو البافاريون. الله الروبن يتقدم الصاروخ ويضيع يضيع مرة أخرى يضيع مرة أخرى. حرام عليك حرام عليك يا روبن حرام عليك. الله يهديك الله يهديك. لماذا وضعتموه لماذا كلفتموه لماذا له منحتموه كرة بطولة؟ مش ممكن روبن والله حسيتها ضيع ضد دورتموند. روبن الاستدراك يستدعى علاش نحبه ما يستسلموش سيوزع صعبة والكرة دروغبا دروغبا يعمل كنترول في التسلل لليفواري دي دي في البحر قد ينجح. خلاص انتهت حكاية الشوط الثالث لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. ما زالت النتيجة تعادلية 1-0 توماس. ما هي مداخيل البايرن ميونخ في موسم 2020؟ وطيجي يسدد والدفاع والراسية والروبان يمشي لعب فيليب لام فيليب لام فيليب لام يوزع كرة خطيرة وفرصة والهدف الثاني يضيع الهدف الثاني يضيع. شبيك ما مشيتش يا فان بويتر اوليتش مشل اوليتش دخل بعضه. لماذا لم تركض للكرة؟ لماذا وين التكليج يا مدافع وين؟ وين يا فان بويتر وين؟ واللام العرضية والكرة خطيرة بيرك حقيقة على 120 دقيقة حاول ولم يستسلم واللام وخطيرة والكرة تخرج من قلب المرمى من كرش الحوت خرجها. ودافيد لويس يحاول المناصرين الألمان قال لهم بصدري مش نهاية في 120 والروبن ولكن قلت لك مش يوم روبن هكذا هي كرة القدم. لاعب يبقى كبير لاعب تتاهي مرة ثانية خطيرة ديديي وتخرج كرة عن طريق اللاعب بوتينجو في خط الألمان. كرة صعبة يمشي روبن توريس وخطأ خطأ خطأ على بوتينجو خطأ رغم احتجاجه حتما هي بالجزاء. نعم هكذا يقرر اللقاء وهكذا يتقرر اللقاء. البايرن ضيع زي ضاعت زوز أهداف تسجلوا انساوا اللي فات فكروا في الجاي. كرة من لام لعبوا تشيكو جول الدور للألمان. لا يهدرون بالعزيمة هم خوان ماتا مانويل نوير بذكريات الميرينجي
يتقدم ماتو الحارس بنفس الذكريات بنفس السوفينير. الألمان لما راهم باني سأتهم بعدم الحياة. تكون كيفما تكون يا السوبر ماريو أنا المسهول. يمشي ماريو جولاسو 2 البافاري 2 الكاب للمنشن. إذن هذه كرة مصيرية، هذه انطلاقة مهمة. دافيد لويس والغول نوير يتقدم حتى يا ولد يا ولد يا ولد ما بها يا ولد ما أحلاها للكورة. ما مانويل نوير حرب الحراس بعد حرب الرؤوس الآن حرب الحراس. مانويل نوير يتقدم ويحطها الثالث من أجل خضراء العينين. ثلاثة ترجع الكورة لنقطة 11 متر. التنفيذ مهمة موكلة للامبورد. يتقدم الكابتن يصدد ويسجل 3-2 من مايك وأوليتش. كل الألمان من أجل الركلة الرابعة. أوليتش أو بيتر تشيك تخوف برشا ويسجل. لا تخوف برشا يا أوليتش. عرفتك يا خواف عرفتك يا الخواف. وبرجع عمل إذا يضيعها. أديوس لكوبا يا البلوس. مانويل نوير رودا شريكول يمشي يتقدم أشلاء ويسجل. يسجل جميلة قوية من الكول. قلهم بالقلب يتقدم إشفاين. يتقدم إشفاين التايجر ويحط مش ممكن ضاعت مش ممكن ضاعت على القايم على القايم. دروغبا ما يبعدش دروغبا ما يبعدش. يتحدى في معقله مانويل نوير. يتقدم دروغبا ويحطها. خلاص 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 البلوز كتبوها البلوز يدونوها البلوز يفعلوها فعلوها رجال تشيلسي. مفاجأة تاريخ تاريخ يكتب من جديد. نعم في أرض الألمان البطل يكون مرة أخرى هو في أولى ألقابه مثل نوتنغهام فورست ومثل مارسيليا ومثل دورتموند. في ميونخ بطل جديد وليس العريق المنشن. هنا يدونون اسم تشيلسي بلحظات للتاريخ.